صباح الخير من MTV Alive. صباح الخير من MTV Alive ومن كل الفريق العمل بالMTV لكل المشاهدين بمختلف أنحاء العالم. تحية اليوم لكل السيدات والأمات يلي عم يحضروا لخميس السكارة، خميس الزكارة. هلأ ما بقى كتير متفقين على الاسم، المهم أنه هيدا هو تقليد لبناني. منيح أنه نكون عم نحافظ عليه، لأنه الجمعة ما في أحلى منها وما في أهم منها وما حتى كتير مهمة أنه نكون سوا عم نتذكر أنه قادرين نكون عم نتشارك الخبز ونتشارك القليل من الخمر، إن كان لحتالي نتذكر أنه نحن مفروض نكون إيد واحدة بالخبز ومفروض نكون باحتفالية دايمة بالخمر، خاصة على بداية الصوم يلي بيوعدنا بصلب بس بيوعدنا كمان بقيامة. فبتصور هون الرمزية يعني فيها تكون كتير هي إن كان بالخبز وإن كان بالخمر، أكيد مهمة وضرورية بحياتنا أن نكون التقليد دايما موجود لحتى يذكرنا أنه العائلة دايما لازم تكون موجودة. بونجور، صباح النور. صباح الخير. ألو. اليوم الحديث كله خميس سكارة ولا خميس زكارة، بس بالنهاية يمكن تتذكر أنه لازم نكون مجموعين. أكيد أكيد، وكل هالأشياء الحلوة اللي بترافق المناسبات الروحية يعني من عادات اجتماعية قدي حلو نحافظ عليها، حتى المأكولات التقليدية إن كان مثلا عيد البربارة أو غيره مهمين، لأنه هو جزء من هويتنا الاجتماعية، مش هيك؟ أي، وتحية لكل الأمات والستات والسيدات يلي دايما بيخلوا السفينة ماشية بهالطريقة، واليوم بيكونوا عم يتعبوا صحيح بس لحتى يكونوا عم بيحافظوا على هالجمعة. دفنتلي، وبتقيد للتوى يعني هي أهم شيء الحلو بهالعياد هي الجمعة يلي هيك بترجع بترد العائلة سوا، والكل بيرجع هيك بيتذكروا أمور يمكن بيتذكروا قدي يعني جمعتهم مهمة وقدي ضروري إنه الواحد يكون في حوالي عائلة، يكون في حوالي ناس بيحبوه بيوثق فيهم وهني موجودين لقل وقت الصعاب. أوقات يمكن مننسى يعني بمشاغل اليومية مننسى مين في حدنا، ولو كان صامت وساكت ولكنه موجود وقت الصعوبة، فخلينا نكون موجود معنا كمان وقت الفرح. مواضيعنا عديدة لليوم أكيد بـ MTV Alive. شو عنا اليوم؟ رح نحكي اليوم عن الكتاب الجديد بعنوان الإنجيل وعالمنا. اليوم عنا كمان الأولاد والملح، كمان قد ايه لازم نبعدهم عنه وعلاقتهم فيه، لانه كلنا يعني من صغرنا اذا الاكل منه مملح مش في مشكلة. في مشكله. بدنا نحكي كمان بفاميلي عن كيف بنواجه هدر الوقت لما يكونوا معظم الوقت الامات عم بيدرسوا. عنا اكل كثير طيبه من عند الشيف ادي دياب، بالاضافه اكيد لكل الفقرات المعودين عليها. بتكنولوجي اللي هنكون عم نحكي شوي عن مواضيع اليوم، حنحكي شوي على ابل. ان فاكت في كم دعايه مهضومه عملوهم للايربودز تبعهم يعني نزلوهم، وكمان بدي اكون عم بحكيهم عن ابل غير من وراها انه تساعدنا نخفف عجقه سير. الفيديو اللي هنكون عم نعرضه كثير مهضوم، انه بدل ما واحد يكون عم يسوق سيارته حاله فيكون عم يسوق سيارته مع حدا هيك على طول. هالكرسي مش على طول بس هيك الكرسي الموجوده حدا اوقات بتكون فاضيه، فهيك بنخفف عجقه سير. سو اتس ا كار بولينج اب. بالإضافة لكتير مواضيع تانية، بالإضافة للرياضة، لنيتشر، لسانتي كمان، وموضوع طبي جديد لليوم. مواضيعنا كتيرة، انطرونا بعد لحظات بأب تو ديت. أول خبر بأب تو ديت لليوم أكيد متابعة على آخر أخبار ترامب، خاصة بعد الحديث عن أنه المهاجرين واللاجئين هن بخطر من أن يكونوا عم ينطردوا من الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب عم يطردهم ولكن ترودو عم يستقبلهم. توجيهات الإدارة الأمريكية لتوسيع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ونقلهم إلى بلدانهم هي صارت صارمة أكثر. البيت الأبيض بيقول أنه الهدف منه ترحيل جماعي ولكن
اتحاد الحريات المدنيه بيقول انه في شيء منه وبينوي الطعن بالاجراءات. بهالوقت رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال انه بلاده رح تستمر باستقبال طالبي اللجوء يلي عم يعبروا الحدود مع الولايات المتحده الامريكيه بطريقه غير مشروعه. ونشرت وزاره الامن الداخلي بالولايات المتحده الامريكيه انه هالطرد معقول يشمل 11 مليون مهاجر الموجودين بالولايات المتحده الامريكيه. بس بهالوقت صحيح كندا عم تستقبل المهاجرين، ولكنها بتقول انها رح تتخذ التدابير الضروريه للحفاظ على سلامه مواطنيها. اما بفرنسا ففضيحه جديده لمارين لوبان. هالمره الشرطه استدعت الحارس الشخصي لزعيمه حزب الجبهه الوطنيه مارين لوبان المرشحه لانتخابات الرئاسه الفرنسيه، بالاضافه لمديره مكتبها، على خلفيه قضيه احتيال. وبيتهم الاتحاد الاوروبي مارين لوبان بتوظيف حارسها الشخصي على انه مساعد برلماني لها بالبرلمان الاوروبي، مما قد يؤثر على حملتها الانتخابيه. وطبعا نعرف كثير منيح انه كانت لوبان بلبنان هاليومين اللي مرقوا، واثارت جدل واسع لدى زيارتها للبنان وامتناعها عن ارتداء الحجاب للدخول الى دار الفتوى، فغادرت دون لقاء المفتي دريان، وقالت ما ارتديت الحجاب لدى زياره شيخ الازهر وما راح ارتدي الحجاب هلا. قد ايه فضايحهم سامبل وخفيفة سخيفة فيها عن جد هتهدد مصيرها بالانتخابات، يعني بيجوا يشوفوا عنا بكل اسف شو في. وعلى طرقاتنا يعني كمان جنون السرعه وجنون قسم من الشاحنات، رح نشوف فيديو فينا نبلش نشوفه. ارسلوا احد المواطنين وهو عماد حمزه لموقع الام تي في، بنشوف فيه شاحنه على اوتوستراد جوني جبال بسرعة 120 كيلومتر، يعني لا سمح الله إذا يعني عملت حادث مع مجموعة من السيارات أو حتى سيارة واحدة، شو عم نتخيل بس شو ممكن يكون الأذى. عم بفرجينا أنه ما عم بلحقها يعني عماد. إن شاء الله اليوم عم ينحكى عن إجراءات جديدة للسير على التقاطعات. شيء يعني شي بيخوف. كل مستلزمات السلامه العامه كمان عم تكون مش موجوده لهون، مساقب كونتينر ومسكر في عندك الشاحنات المفتوحه واللي عم تكون محمله اشياء كثير خطيره. هون عم نشوف اوتوستراد، بدك كمان بطلعاتنا بلبنان، يعني اكيد هون لازم يكون في تشدد من قبل الامن الداخلي ومن قبل الشرطه. رئيس دولة أوروبية ما بيحب الأناناس فما بده يحطها على البيتزا، وعم بفكر يسن قانون أنه الفري إكزوتيك أو الفاكهة الاستوائية ما تكون على البيتزا. أنت عم تقولي سخيفة. لا، رئيس إسلندا طبعا هلأ مع مواقع التواصل الاجتماعي الخبرية بتنتشر بسرعة، بس الهيئة أنه كان عم بيزور إحدى المدارس وكان مع طلاب، وكان في أسئلة مهضومة وحلوة من الطلاب، فكان السؤال بالنسبة لكرة القدم مين بحب، فكان مانشستر يونايتد. بده يكون سألوه عن البيتزا لسبب أو لآخر، فقال ما بحب الأناناس على البيتزا ولا أي فاكهة استوائية. ومن بعد ما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هالموضوع، قال إنه كان هو قال إنه يا ريت في سن قانون بيقول انه ممنوع الفكهة الاستوائية على البيتزا، فاوضح طبعا رئيس الايسلندي انه اكيد هو منه يعني مسؤول عن الناس وشو بدهم ياكلوا، وما بيقدر يسن قانون من هالنوع، ولو كان هالقد قادر يكون متسلط فهو اصلا ما كان بيحب انه يوصل لهالمركز اصلا، لو كان الرئيس الايسلندي يعني هالقد متسلط، كان مجرد مزحه. وكان عم بيقول للاولاد انه انا ما بحب الاناناس على البيتزا، بحبها لحالها مش اكثر من هيك. ألف صحتين بكل الأحوال. رح نروح على خبر بعنوان سترة عجيبة تحتال على المطارات. قديش لما نسافر بنعطي الهم الأشياء اللي بدنا نحملها، وأوقات بنكون حاملين اثنين جاكيت وكيس وغراض. عم نشوف هالسترة اللي في منها للصيف وللشتاء، ويلي بتنضب بشنطة، يعني بتقطعوها هيك من دون تفتيش على المطار، بترجعوا بتلبسوها. المهم انه بتساع بجيوبا ال 14 13 كيلو ونص، فيها تساع ايباد، زوجين الاحذيه، اثنين جينز، ثلاثه تي شيرت، ثلاثه بنطلون،
اندرويرز وستره خفيفه وفستان وكيس سوائل ومحفظه وهاتف وجواز سفر. يعني كل شيء بحاجه له لسفره صغيره. ايه بس على السريع. ايه يعني ما كان الواحد حمل شنطه وبيلبسها اذا برد بتقطع بسهوله يعني من دون ما تقطع كشنطه يعني دون ما يشيل كل غرض بغرضه. اللي بعد لنا وقت كثير قصير بس انا بدي ارجع بالعوده للرئيس الايسلندي. منيح نذكر انه عمره 47 سنه بيتمتع بشعبيه كثير كبيره والدليل انه عم بيزور الاولاد بالمدارس ويفتح لهم مجال انه يكونوا عم يسالوه اسئله اولاد صغار يعني. وكمان عنده كثير دعم كبير من قبل الشعب لانه رفض انه يزيد راتب بنسبة 20% مثل كل العالم بإسلندا وتبرع كمان ب 10% من راتبه قبل الخصم للضرائب لصالح الأعمال الخيرية. فعنده شعبية كتير كبيرة وكانت خبريته مهضومة يعني. ايه فينا نلحق نشوف الصورة. الصورة من العاصمة بيروت. صورة كتير حلوة. ايه عندها سحر خاص. شوف when you seize the moment يعني بتلقط اللحظة ما بترجع. مليون بالمية. نحن رح نروح على تكنولوجيا هلا أكيد مع إلي أبصال.